دق الباب، فخرج النبي فوجد جبريل. خيرا، قال استعد فإنك ضيف الله هذه الليلة. فارتدى النبي أعظم ثيابه وخرج إلى باحة المسجد الحرام، فوجد ميكائيل ومعه البراق، دابة أعلى من الحمار وأقل من البغل، وهي وسيلة تنقل الأنبياء جميعا باستثناء داود وسليمان، لأن الله سخر لهما الريح. فلما أقبل النبي ناحية ميكائيل ورآه البراق، انخفض كرامة وحياء للنبي محمد. ركب جبريل وركب النبي وركب خلفه ميكائيل، وانطلقوا من المسجد الحرام بداية الإسراء قاصدين المسجد الأقصى في بيت المقدس في القدس الشريف. والقدس قديما كانت تسمى إلياء، ومعناها بيت الرب. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ بالأنوار في المسجد الأقصى والزينات والأضواء والملائكة وكل أنبياء الله. ربط البراق في حائط البراق وليس حائط المبكى كما يزعمون الآن، هو حائط البراق. نعم، أرضنا وتاريخنا وتراثنا وأصولنا. عرفه جبريل لأنه كبير الرحلة، هذا أبوك آدم وهذا أبوك إبراهيم وهذا أخوك إسماعيل وهذا هود. سلم النبي على الجميع واصطفوا ليصلوا الصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة الخاصة بنا دي فرضت في الملأ الأعلى في المعراج، نحن ما زلنا في الرحلة الأرضية. صلوا ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، وكانت ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، موروثة عن نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام. فاصطفى رسل الله كل في مكانه وحسب درجته، وخلفهم الأنبياء وحولهم الملائكة. ثم نادى جبريل في مفاجأة عجيبة وقال: يا محمد. قال: لبيك أخي. قال: تعال هنا، وأشار إلى المحراب، صلي بجمعنا فإن إله العرش قد أعلى لكم قدرا. صلي بجمعنا، أنت الإمام. فصلى الكل خلف رسول الله، فهو إمام الرسل وختام المرسلين. ثم عاد كبار الأنبياء كل في مكانه العلوي على حسب السماوات السبع، وأخذ جبريل رسول الله وانطلقا. دقت أبواب السماء الأولى، فتساءل الخزن من الطارق. قال جبريل: أو معك أحد؟ قال: معي محمد خاتم الأنبياء. قالوا: أو قد بعث؟ قال: إي وربي. ففتحت لرسول الله أبواب السماوات، في كل سماء قابل نبيا من السابقين، سلم على أبيه آدم والتقى بموسى، التقى بعيسى ويحيى ابن الخالة، والتقى بيوسف الصديق، والتقى بموسى وهارون، إلى أن رأى الخليل وقد جلس متكئا إلى حائط البيت المعمور، فقال: مرحبا يا أبتاه. قال: مرحبا يا محمد، أبلغ أمتك مني السلام. وعليك السلام يا خليل الرحمن، وأعلمهم أن الجنة تربها طيبة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. نعم. ثم صعد جبريل ومعه النبي فوق السماوات العلى، وعند مكان معين
توقف جبريل وأشار للنبي: تقدم أنت يا محمد. فوقف النبي مستفهما: وأنت؟ قال: لا. هنا الحال يفترق. قال: أفي مثل هذا المكان يترك الخليل خليله؟ أنت أدرى بدروب السماء من دروب الأرض، وأنت كبير الرحلة، وأنت الذي تصحبني وتعرفني وتدفعني في السير وأنا أتبعك، الآن أنت وقف، كيف أتصرف أنا؟ قال: يا محمد، هذا خط أحمر، من يجاوزه يهلك، وما منا إلا له مقام معلوم. أنا لو تقدمت خطوة لاحترقت، أما أنت فتقدم، فكلما تقدمت اخترقت. فوقف النبي حائرا، فإذا بدفعة تأتيه فيزج به إلى عالم الأنوار ويتخطى بحار الأسوار وكل ما هنالك من أسرار، ثم يصعد به حتى يسمع صرير أصوات الأقلام وهي تقدر الأرزاق وتكتب الأعمار، ثم يعلو فيعلو فيعلو حتى يجد نفسه وهو يدوس على بساط أنس الله، فوجئ بكرسي وعرش الرحمن فخر ساجدا لمولاه. فلما رفع من سجوده قال: التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، والزكوات لله، والباقيات الصالحات لله. فناداه مولاه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لم ينس أمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال ربنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فرد مولاه: وأنا أشهد أنك نبي ورسولي، أشهد أن محمد رسول الله.